بابا شاف الويل يا رب يا رب ومن يا رب بني سويف يا للإسماعيلية رب. للمقاولين، مشوار طويل ومعاناة، طبعا وفرق فرق الزمن مختلف. طبعا يعني فرق الزمن مختلف. قول لنا انت بقى كانت حكايتك ايه مع بدايات ودخولك ناشئين النادي الاهلي؟ والله يا كابتن انا كنت عايز اكمل في موضوع الكوره. بدات في النادي الاهلي، ناشئين النادي الاهلي، لعبت مع مستر كروفر. كنت حضرتك كنت بتتكلموا في الفقره اللي قبليها عن قطاع الناشئين وعن مدير فني اجنبي، فمستر كروفر انا كنت واحد من اللعيبه اللي كنت موجود مع جيلي. يعني كان رحت كام سنه يا عمر؟ رحت 8 سنين، اختبرت في اهل يعني الجزيره. يعني لسه مدرسه الكوره. اختبرت في اهل بالزبط. الجزيره. يمكن اهل الجزيره زي ما حضرتك عارف كان في ملعبين قبل ما الملعب يتحول ل يعني منطقه اجتماعيه. وبعد كده بقى يعني انطلقت مع مستر كروفر. يمكن الغريب اللي ممكن الناس ما تعرفوش ان اسم ربيع ياسين يعني مش هينجحني او هيساعدني لوحده. انا مستر كروفر قال لي متشكر في سنه من السنين، قال لي مش عايزك عشان انت مستواك مش زي اللعيبه اللي موجوده. يعني بامانه كابتن ربيع ياسين ما كنتش جنبك في البدايات، ولا راح ولا يعرف اي حاجه عني ما خالص، ما كانش موصي عليك خالص. انا مشيت رحت نادي النيل مع الكابتن عماشه زي ما حضرتك عارف. طبعا كابتن احمد ماهر الله يرحمه، يمكن كان اي حد يمشي من النادي الاهلي يروح نادي النيل يطور من نفسه يتمرن. يعني كان نادي النيل اقرب حاجه للنادي الاهلي، كان دايما يعني لو حضرتك تفتكر كمان احمد السيد واحد من اللعيبه اللي كانوا في نادي النيل. فلعبت موسم، بعد كده رجعت مره تانية مع الكابتن بدر رجب، الكابتن محمد وهب، الكابتن محمد السيد. لعبت واتمرنت، وكانت فتره يا كابتن هاني اكيد كانت فتره صعبه جدا، مدرسه وكوره. ويمكن كان النادي في مدينه نصر ودي كانت حاجه صعبه جدا بالنسبه لي. مدرستي كانت في المهندسين، فحضرتك انا ولد صغير فكنت بحاول اشوف اي حد من زمايلي يروح من المهندسين لمدينه نصر عشان لا بابا فاضي. معاناه ما كانش بوقك معلقه ذهب فعلا عشان بس نبين ده للناس او الاجيال حتى الصغيره اللي بتتفرج. يا عمر مهم جدا ان الاجيال الصغيره تحديدا تتعلم ده وتشوفه كمان. انه احنا بنقول ابن الوز عوام وذاك الشبل من يعني كلام كبير ده، هو بس المشوار فيه برضو ممكن يكون معاناة يا كابتن هاني. معاناة ويعني كمان هنتكلم في حاجات كتير جدا عن عن علاقة طبعا يعني عمر ان هو ابن الكابتن ربيع وايه كان مواقفه في النادي والمدربين، كل ده هنتطرق ليه. لكن كمان عندنا تقرير عن عمر ربيع ياسين نشوفه مع حضراتكم ونرجع تاني.